السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم يا شباب. النهاردة ميعادنا مع الجزء السادس من حل امتحان CCNP تراك الراوت. نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. ده أول سؤال النهاردة. طبعا هناخد ال distribute list و ال net. أول سؤال بيقول which statement is true. دلوقتي أنت عندك راوتر A واصل براوتر B، ال WAN network ما بين راوتر A و B 172.16.0.0. طيب و ال LAN network أو برضو راوتر A واصل على cloud برضو 10.0.0.0، راوتر بي طالع على سيريال 0 سير 0 الواصلة ب 192.168.0.0، وبعدين راوتر A دخل اي بي ده راوتر بي امر راوتر اي جر بي 1 النتورك 172.16.0 اوكي 192.168.5.0 تمام ديستريبيوت ليست 7 اوت سيريال 0. طيب الاكس ليست 7 بيرميت 172.16.0.0 اوكي وبعدين 0.0.255.255. طيب بيقول لك ايه الستيتمنت از ترو، وان ستيتمنت اوكي. ترافيك فروم 172.16.0 نتورك ويل بي بلوكد سلاش 16 اوكي ويل بي بلوكد باي ذا اكسس ليست اوكي ولا هو هنا عمل، خلي بالكم يا شباب الراوتر بي عمل بيرميت ل 172.16.0.0 هو ده عمل لها بيرميت، فهو هنا بلوك. لا هو اللي هينتج عن هذا الامر لو انت ركزت فيه ان راوتر بي هيسمح فقط بالادفيرتايزمنت ل 172.16.0.0 في الاتجاه بتاع سيريال 0 سيريال 0 اوت تمام. طيب ولكن 10.0.0 مش هيعلن عنها، 10.0.0/8 مش هيعلن عنها تمام، لان هي مش موجوده في الاكسس ليست هنا تمام. طيب بلذلك the 10.0.0/8 network will not be advertised by router P because the network statement is missing from router P. لا تمام النتورك ستيتمنت يعني هل بيقول لك ان هي مش هتعلن عنها بسبب ان مفيش نتورك 10.0.0 تحت راوتر بي؟ لا ده مش الاجابه الصح. يوزرز اون 10.0.0/8 نتورك كان سكسسفلي بينج يوزرز اون ذا 192.168.5.0. انا من غير ما اكمل لا مش هيقدروا يبنجوا، لان هو اللي موجود في النتورك دي اساسا مش هيتم يعني مش هيعرف يروح ل 192.168.5.0. طب راوتر بي ويل نوت ادفيرتايز 10.0.0/8 ايوه because it's blocked by the access list. ايوه هو دي اللي هي دي الاجابه الصح. طيب which command only announce 1.2.3.0/24 network out of facility 0/0 هنا access list 1 permit 1.0.0 تمام و في اكسس ليست 2 بيرميت 1.2.3.0.0.0.0.55 راوتر ريب هي ديستريبيوت ليست. ديستريبيوت ليست 2 هنا بيقول لك اوت ولا اوت فاست 0/0. هو طالما هو طالب هنا النتورك اوت اوف فاست 0/0 يبقى ديستريبيوت ليست 2 اوت فاست 0/0، لان انا 1.2.3.0 انا عايز اسمح بها بس. هو بيقول لك كوتش كوماند اونلي اناونسز، لكن 1.0.0.0 ده سلاش 8 يعني كده هيسمح ب 1.2.3 1.3.3 1.4.3 وهكذا تمام. يعني ده على سلاش 8، لكن اللي تحت هنا محدد على 1.2.3.0/24 زي ما هو طالب اوت فاست 0/0 يبقى ديستريبيوت ليست 2 اوت فاست 0/0. طيب network engineer is trying to modify an existing active net configuration on an iOS router by using following command no IP net pool 192.168.1.20 وعمل بول هنا ل 192.168.1.254 نت ماسك تمام. وبعدين جه يعمل upon entering okay can't remove message. انا بقرا بس يعني انا عايزك برضه تقرا معايا هنا بيقول dynamic mapping news تمام. what the least impactful method that engineer can use to modify the existing IP net configuration. بصوا هو انا من غير ما اشوف الاختيارات لان ده قابلتني كتير في شغلي يعني تمام. المفترض انا بعمل clear IP net translation asterisk لان في عمليات نت عماله بتحصل فانا عايز اعدل البول بتاعتي، فانا هعمل clear او اقفل الانترفيس اللي بيحصل عليها النت ان او النت اوت
وبعدين بدخل بقى الايه الامر ده. فتعالوا نشوف الاختيارات هنا، بيقول clear IP net translation، تمام، using the clear IP net traffic او IP net using the clear IP net traffic asterisk asterisk command then replace the net configuration quickly before any new net entries are populated into the translation. لا مش دي الاجابه الصح، المفترض الاجابه الصح اللي هي دي اللي هي بي، لان انا قلت لك انا اي بي نت ترانسليشن استريك مش الاي بي نت ترافيك. اوكي هي دي الاجابه الصح، تمام. which statement describes what this command accomplishes when inside and outside interfaces correctly identified for net. اي بي نت المفترض هنا في اي بي نت، اي بي نت inside source static TCP. هو بيقول which statement describes، اوكي تمام، يطلع على ماشي على بورت 80، يطلع على 209.165.201.8080. اوكي يعني اللي هيخش من بره على 209.165.201.1 على بورت 8080 الراوتر هيفروده على 192.168.50 على بورت 80. It allows host 1.50.x external websites using TCP port 8080. لا. It allows external clients coming from public IP. لا برضو لا. It allows external clients to connect to web server hosted on 1.50. أيوة هي دي الإجابة الصح. Which common allows hosts that are connected to fast ethernet slash 2 to access the internet. To pass it and just to اللي هي 10.10.10.1 IP net inside، وهنا ده الانترنت الانترفيس البابليك outside. which command IP net المفترض هنا بقى IP net، بما ان هو هنا معرف سطر الاكسس ليست ده موجود في لاب رقم 5 تقريبا 6 لاب 26 في ال CCNP اللي انا اللي احنا حليناه في الكورس. IP net inside IP net inside source list 10 fast ethernet slash 1 overload. IP net inside source list 10 interface fast ethernet slash 1 overload. هو ده. تمام. Network administrator executes the command clear IP route. Which two tables does this command clear? The IP route will FIP. The IP route will FIP. هو ده اللي بيعمل لهم clear. لو انا جيت عملت امر clear IP route which prefix is matched by the command IP prefix list name permit the IP prefix list name. هو سماها كده name permit 10.8.0.0/16 greater than 24 less greater than or equal 24 less than or equal 24. حلو السؤال ده. الماتش هيبقى 10.8.0.0 مشتقاته، تمام، يعني هنا 10.9 ده مشتق من 8/16. لا طب خلي بالكم ما نيجي يعني ايه هناخدها واحده واحده. اول واحد 10.9.1.0 هل هو مشتق من 10.8.0.0/16؟ لا، المشتق من 00 لحد 255 255، فده مش معايا. طب 10.0.10.8.0.0 هل مشتق من 10.8.0.0/16؟ ايوه. طب هل هو greater than or equal 64 و less than or equal 64؟ ايوه ده معايا، يبقى ده كده معايا. drag and drop اوكي تمام. النت 64 وال NPT. طيب تعالوا نشتغل على ال NPT. map 1 IP version 6 prefix to another IP version 6 prefix. النت 64 ده use network specific prefix النت 64 وهنا modify session during translation ده في النت 64 وال NPT version 6 يبقى modify IP header on in transient. تمام. اوكي تمام. يعتبر انا كده خلصت. اتمنى تكون المحاضره عجبتكم، اشوفكم على خير ان شاء الله في الاجزاء القادمه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.